مرحبا من جديد أثير ومحمد وجميع المشاهدين. طبعا مستمرين في هذه التغطية ووصلنا إلى هذا الركن الموجود في أحد أروقة منتدى المرأة العالمي منصة سكوير باتن بوكس شركة المحاماة لنستضيف مروة السيابي المحامية. مروة السيابي لتخبرنا عن مشاركتهم اليوم في منتدى المرأة العالمي. صباح الخير. صباح النور. أهلا. طبعا نحن شريك داعم لهذا المنتدى الأكثر من رائع، ومن خلال هذا المنتدى نوضح أهمية تمكين المرأة في عدة المجالات، ونتكلم عن نحن مشاركتنا كشركة محاماة من خلال هذه المنصة. طبعا نقدم كيف نحن نبادر ونساهم في المبادرات العديدة لتمكين المرأة. عندكم كمان مبادرة متميزة وهي مبادرة غير ربحية تهتم بشؤون يعني المرأة وبالتحديد من أفريقيا، خبرينا أكثر عن هذه المبادرة. أكيد أحد النقاط اللي ذكرتها أن نحن دائما نبحث عن شراكات ومبادرات تركز على تمكين المرأة. أحد المؤسسات الغير ربحية اللي نحن نتعامل معاهم وعندنا طريقة بروبونو، طريقة غير ربحية، هي شركة Evolving Women. Evolving Women هي شركة مؤسسة في مدينة دبي تعمل مع عدة دول نامية خاصة في أفريقيا من خلال التعاقد مع حكومات في هذه الدول والبحث عن نساء لم تتم إتاحة لهم الفرص المناسبة، ثم تدربهم وتعلمهم وبعدين جيبهم على الإمارات عشان يشتغلون هني، وبالتالي تمنح لهم الفرص لما يرجعون لبلدهم. يعني يمكن أهم شيء لما نحكي عن تمكين المرأة هو التمكين المادي للمرأة، إعطائها الاستقلالية المادية، وهذا يمكن أكثر شيء بيأثر على حياة المرأة وبيعطيها إنه يعني تبدع أكثر بالمجال اللي هي فيه. وأنتم عم تعتمدوا إنه تعلموها الصيد ومش عم تعطوها سمكة، يعني خبرينا عن أهمية هذه النقطة بالذات. طبعا هاي نقطة مهمة ونلاحظ من خلال التغييرات الواضحة اللي صارت في النساء التي شاركوا في Evolving Women، في حدث تغيير واضح في حياتهم. بعض منهم خلاص قاعدين يخططون لمستقبلهم، في مثلا في واحدة من النساء صار لها سنة ونص تقريبا تشتغل من خلال Evolving Women، والحين قاعدة تجهز لخطط رجعتها للبلاد واللي هي بتفتح إن شاء الله شركتها الخاصة تدير فيها فعاليات. وهي أحد هاي واحدة من القصص النجاح الثانية قصص النجاح الموجودة من النساء اللي شاركوا في هذه المبادرة الرائعة. يعني تحية لكم طبعا على هذا العمل، وخاصة أنه عمل غير ربحي. طبعا قصص كثيرة يمكن أن نتحدث عنها لنساء طوروا من حياتهم وحسنوا منها وبالتالي حسنوا حياة كل من حولهم. نحن دائما موجودين في منتدى المرأة العالمي لتسليط الضوء على هذا النوع من المبادرات، على هذه النوع من النجاحات. والآن عودة من جديد إلى الاستوديو.